باش نوريكم البلايص الزينين. هادو راه الجبول ديال صغرو، كيشنيون الجبول ديال صغرو. ومرحبا بكم، عيشوا المغامرات، عيشوا مع الاستكشاف. دير ابوني باش تعيش حتى انت المغامرات غير من التليفون ديالك، وتكتشف المناطق الزينين. اه الله يا الماء المزيد بارك الله. شوف شوف الله 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 ها اللي دار هادي اللي دار اللي دار راسو في شي وحدين هما متسلقين. اودي انا عييت، اودي انا عييت، ها انا اللي درت فيهم راسي. ها شداني الجبال، جبال صغرو، انها جبال شاهقه. شوف شوف المتسلق ماشي بحالي انا. ها انا كان عيا دغيا. بابا 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 ولاني من اجل الاستكشاف ومن اجلكم ماشي كما انا غادي نتحمل واستحمل الصعوبات ونستحمل الاعياء باش كمل باش انا نصور لكم وتكتشفوا معايا. وعني ما تنساش دير ابوني ودير جيم، دير ابوني ودير جيم القناه وبارطاجيها مع اصحابك. ناكل شويه يا. ناكل شويه. راه جينا ما جبنا لا ماكله والو، جبنا غير الماء. مزيان. والمغرب ديالنا راه زوين، فيه ما يتشاف، فيه المناظر جميلة جدا. خاصها الاكتشاف، فهمتي؟ خاصها الاكتشاف. صراحة راه زوين، فيه ما يتشاف. الجبل ديال الأطلس الصغير زوين،
خصوصا مناطق ديال صغروره زوينه فيها مناظر فيها زين صراحه. واني معايا غادي تكتشفوه، ما غادي نوعدكم بدا ندير لكم الفيديوهات على منطقه صغرو. ديما في اي جبل تتلقى واحد الطريق دايرينها الرحاله في اتجاه القمه، هي طريق مختصره صراحه كتختصر وصراحه ما كتعياش، هي كتكون طريق زيكزاك كومزا بحال هكا. ها هي صراحه الطريق تتكون سهله، تتكون زيكزاك ما كتحس بالعيا وما كتحس بالارتفاع ديال الجبل، كيديروها كتكون كزيكزاك. الفكره خداوها صراحه من المعيز، المعيز والحولات اللي كيسرحوا تما، فاش واخدين الفكره انه يديروا الطريق هكا. حتى المعيز والجمال وهكا والماشيه ديالهم كدير زيكزاك، كدير زيكزاك للجبل. هيا غادي لهين هين هين هين. الملاحظه اللي لاحظتها هو ان نبق ماما هاد الشجر ديال السدره ما كاينش، قليل جوج قال لي كاينين. لا لي عنده شي شرح يقولها لنا.